جيتكم بغريبه اللي مخدومه بالقرقاع واللوز. نخليكم البنات دخلوا لا فيديو وبداو من الاول حتى التالي باش تشوفوا الطريقه، راه تستاهل تجربوها، كتجي كتحمق وسهله البنات. غنمشي بكم لهاد المعسله، هي اللي صايبات بنتي، خدماتها ما بين اللوز وكاوكاو اللي محمرين ومهرمشين، مخدومه على الخاطر. ولا بغيتوها البنات خليوها ليا في لي كومونتير ونصايبوها قدامكم، راها كتجي فنه البنات. كنقول لكم بالصحه والراحه ومبروك عواشركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله انا جايكم بواحد غريبه ديال القرقاع واللوز. عندي هنايا البنات، عندي هنايا القرقاع اللي غير صهدناه واحد شويه، ما كنخليوهش حتى كيتحمر، غير كيتصهد واحد شويه، كنبرد عليه شويه، نحاول نطيح منه ديك القشره ديالو باش ديك القشره ديالو كتطلق واحد شويه المروره بديك غريبه ديالنا. غير نفرفو شويه هكايا، ها نفركو غير بيدينا هكايا شويه، واحد الربعه ديال القرقاع. وعندي البنات اللوز اللي هو راه ديجا طحنتو، غنوريه لكم. غير هو اللوز ما كنحمروش، كنطحنو هكايا بالقشره ديالو وكنحاولو نطحنوه مزيان مزيان. غادي نبدا ان شاء الله نطحن قدامكم هاد القرقاع، هاد الماشين ديجا طحنت فيها اللوز باش اللوز طحناه مزيان بالقشره ديالو كما قلت لكم. والقرقاع غادي غير نفرشوه شويه، علاش؟ لحقاش غادي نعاودو عاوتاني نطحنوه مع السكر كلاص، شتي باش غادي نعيش واحد شويه نبركو البركه. هو كيطحن هاد القرقاع هذا كيطحن بسهوله. دايما نفركو نحاولو ديك القشرة منهزوهاش، من بعد ملي طحنتو غادي نحاول نخلطو هكايا مع داك اللوز هكايا. غادي نزيد عليه سكر كلاص، عندي هنايا واحد الكاس ونص ديال كاس العلبه، غادي نزيدو عليه ونخلطوه مزيان. نعاودو نطحنوها البنات، ردوه لاماشين ونعاودو نطحنوهم.
نحاولوا نديروا غير شويه بشويه باش الماشين ديالنا نطحنوهم مزيان البنات، نمشيو هكا حتى نكملوا نرجع لكم. دابا طحنا البنات مزيان مزيان مع داك السكر كلاص، غادي نبداو نديروا هاد المقادير هادو نضيفوهم معاه. عندي البنات هنايا بيضه اللي هرستها هنايا فهاد الزلافه وخدمتها، خدمتها شويه بيضه وحده. عندي هنايا معلقه ديال الكوفيتير ديال البشماش، او تقدو تبلاصيوها واحد المعلقه ديال العسل. عندي هنايا ليمونه محكوكه، تقدو نتوما ديروا واحد الحامضه القشره ديالها، انا فضلت ندير ليمون عزيز عليا بزاف. سمحوا لي البنات راني نسيت خاصني نخلط هذا معاه. المهم عندي معلقه هنايا كبيره ديال الحريره، راه عبرتها عاد خويتها في هذه ديال الطحين البيض، هو لا فارين. غادي نخلطو مع الطحين مليح شويه هنا. معلقه وحده كما قلت لكم البنات، معلقه وحده ديال لا فارين. اي سمحوا لي ما درتهاش من الاول. عندي هنايا واحد الساشي ديال سكر فاني. وعندي هنايا البنات واحد ربع كاس ديال ما زهر، واحد شويه. وغادي ندير خماره، غادي نخلط هادشي مزيان باش نزيد ديك الخماره. حاولوا تجربوها البنات، راه هي كتجي واحد غريبه غزاله وغريبه معلكه وسهله في نفس الوقت. صافي البنات دابا ما غنزيد عليها حتى شي حاجه، غادي نجمعها مزيان مزيان ونحيدها من يدي ونرجع معكم. عندي هنايا السكر كلاص، ها هو كتشوفوا البنات، غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال مايزينا. علاش كنزيدوا هاد المعلقه ديال مايزينا البنات؟ باش داك السكر كلاص ما كيذوبش لينا وتولي قاصح على 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 غريبه، هادي كتخليه شويه يبقى داير. في نفس الوقت ندير لكم معلقه صغيره البنات، غادي نزيد عليه واحد المعلقه هكايا صغيره، المهم معلقه هكا ديال الخميره ديال الحلوه لو بيغ شيميك. غادي نحاول نخلطهم مزيان مزيان باش يتخلطوا مع هاد السكر كلاص. غنخليوش ديك الخميره في واحد البلاصه وصلها واحد البلاصه ما وصلهاش، هي وهاداك المايزين خصهم يتخلطو مزيان مزيان.
هاد الكركاع هكا ها خاصو يكون سايل هكا باش غادي نزوقو. هاد الغريبه البنات نحاولوا ما نكبروهاش، نديروها غير هكا هي صغيره باش ما تجيناش دايره، ملي نبغوا نزوقوا في البلاطو ولا في الطبسيل ولا ما تجيناش غريبه ديالنا كبيره بزاف. شوف هكا هي الفران يكون شاعل البنات باش غير تعمروا الطاوة ديالكم ويكون الفران سخون بزاف، ديك الساعة نديرو فيه غريبة. إذا كان الفران سخون بزاف نقصوه شوية، نقصو ليه شوية الحرارة ديالو. كنتمنى هاد العيد هذا البنات يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر نتوما وحبابكم وجميع المسلمين، ونلقاكم إن شاء الله منورين. ضروري نغسل يديا ونشفو مزيان مزيان. نحاول نفيض عليها هاد السكر، ماشي ندير غير شويه ونهز، لا خصني نفيض عليها. بغيت نقول لكم البنات منين نبغي نهز هاد غريبه هادي غادي نحاول هكا، شوفوا البنات غادي نحاول نهزها، نحاول نهزها بهاد السكر هذا ديالها هكا هي ها هكا، ونبرك ونبرك هكا عاد باش نحطها في الطاوة ديالي. ما ننساش بيدي كامله غير بهاكا ها هاد الصبعان هاكا، ونبرك ونحطها هاكا. هاد السكر هذا الا شاط لينا نديروه فواحد القرعه اللي كنجمعو فيها داكشي ديال 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 الحلوه، ونكتبو عليه ديال الغريبه لحقاش هو ديجا فيه ميزينا وفيه الخميره، ما نضيعوش وفي نفس الوقت ما نخدموش بشي حاجه غادا علينا. نمشي هكا البنات حتى نكمل، نجيب هاد الكركاعه هكا كيما قلت لكم صاينه هكا، نديرها ونبرك شويه باش متبعدش لينا، وداك السكر ملي غيدوب ضروري هداك الكركاع غادي يزيد يشد. غنمشي هكا يا البنات حتى نكمل ونرجع معكم ان شاء الله.